دلوقتي جه معدنا مع ابرز واهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها ضيوف رحمن يتوجهون الى صعيد عرفات لاداء ركن الحج الاعظم، وفي مباريتين قويتين في الجوله الثانيه من دور المجموعات بكاس الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتتوجه جموع الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم في هذا اليوم المشهود اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها. وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة بتسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمع وقصر بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفة. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في افتتاح الجولة 32 من عمر المسابقة، هيلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة 8:30 بالليل. النهاردة كمان والعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة. هيلتقي منتخب غينيا مع منتخب الكونغو الساعة 8 بالليل، والساعة 11 بالليل هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب غانا.